ضمن البانل اللي راح تحتوي لنا شريط العنوان، لابد أنه نضيف شيء معين خاص في عملية تحريك البرنامج. لو تلاحظ أنه لما نعمل ستارت على البرنامج، أنه البرنامج الآن غير قابل للتحريك باستخدام مؤشر الماوس. لما تضغط على أي مكان ما راح يتحرك عندك البرنامج، يعني راح يكون ثابت بمكانه. ولكن إحنا نحتاج أنه مثلا لما يذهب على البانل اللي هي موجودة في الأعلى، لما يضغط عليها ويسحب، فإن الفورم راح تتجه باتجاه أو لوكيشن الخاص في الماوس بوزيشن، موقع الماوس. أوكي، أعتقد وصلت الفكرة، أنه إحنا نحتاج إلى أنه الفورم نحركه باتجاه الماوس بوزيشن. كيف نعمل هذا الأمر؟ طبعا في طرق كثيرة، في يعني الطرق بعضها تكون معقدة. أنا اخترت طريقة جدا بسيطة باستخدام البانل وباستخدام يعني الموقع البوزيشن بالنسبة إلى الماوس. أوكي، هذه البانر يعني نأشر عليها ونذهب على الايفنت الخاص فيها، وراح نبدي ضمن الايفنت الموجودة اللي يوفرها لك البانل، راح نقوم بعمل ايفنت ماوس داون. اوكي، اول ايفنت. ثاني ايفنت راح نعمله اللي هو ماوس اب، اوكي، الخروج من عنده. وثالث ايفنت راح نعمله هو الماوس موف، اوكي، عملية تحريك الماوس. اوكي، الان تلاحظ انه ثلاثة ايفنت عندي، ماوس داون، ان ماوس اب، ان ماوس موف، عملية تحريك يعني الضغط للاسفل وعملية الخروج من عملية الضغط اضافة لعملية تحريك الماوس. لكن قبل ذلك نتجه الى الكلاس الخاص في الفورم، اوكي، الـPublic Partial كلاس، ونبدي نعمل ثلاث متغيرات من نوع انتجر. هنقول له انت الموف المتغير الاول، المتغير الثاني هو عبارة عن it move x، اوكي، والمتغير الثالث راح نقول له هنا أنا انت موف بالنسبة للواي، اوكي، لان احنا بالاساس نحتاج الى حركة الماوس باتجاه الاكس وباتجاه الواس. طيب كيف نستفاد من هذه المتغيرات الثلاثة؟ اوكي، راح نستفاد منها ضمن الايفنت اللي احنا عملناها. ضمن الماوس داون راح نسند المتغير موف، نسند له القيمة واحد، اوكي، الموف اكس راح نسند له قيمة الاي دوت الاكس، قيمة الاكس، اوكي، بالنسبة للايفنت اللي هو الاي، اللي هو على اساس انه هو الاوبجكت سندر ماوس ايفنت اي، اوكي. وبالنسبة للموف الواي راح نسند لها قيمة الاي دوت الواي، اوكي. اما بالنسبه للبانل ماوس اب، فراح نبدي نقوم بعمليه اسناد قيمه الموف، مش الموف الاصليه اللي هي الكليه، راح نسند لها قيمه صفر، اوكي. وراح نبدي نميز بين عمليه التحريك وعدم عمليه التحريك، ما بين الواحد وما بين الصفر، باستخدام اف شرطيه كونديشن. فاذا كان اف موف موف يعني الكلية هي تساوي لك بواحد، فهذه هي ايش يعني المستخدم ضغط على اللي يعني عمل ايش، عمل ماوس داون. وبالتالي فاحنا نريد نضبط اللوكيشن الخاص في الفورم تبعا الى اللوكيشن الخاص في الماوس. فراح نقول هنا this dot set set اعتقد كان هو عبارة عن اوكي desktop location. هذا الديسكتوب لوكيشن راح ياخذ عندك بارامترين، والبارامترين هن من نوع انتجر، يعني انت بالنسبه للاكس وانت بالنسبه للماوس. ولكن بالبدايه نحتاج ان ناخذ الماوس بوزيشن، فراح نقول هنا انا ماوس ماوس داون بوزيشن، على ما اعتقد انه لابد انه احنا ناخذ الماوس بوزيشن ونبدي نقصه من قيمه موف للاكس، اوكي، موف بالنسبه الى الاكس. هذه العمليه نفسها راح نكررها، ولكن راح نبدا ننقص الماوس بوزيشن بالنسبه الى الواي. ولكن نحتاج، بما انه هذه هي قيمه اكس، فلا بد انه نعطي هنا ماوس بوزيشن دوت قيمه الاكس، لابد انه ننقصها من قيمه الاكس، وايضا هذه عندك راح تكون قيمه الواي، اوكي. إذن هذا هو اللي راح نعمله ضمن تحريك الفورم تبعا لموقع الماوس. عملنا ثلاث متغيرات، المتغير الأول موف،
الثاني تغيير الحركة بالنسبة للإكس والحركة بالنسبة للواي، اللي عملناه ضمن البانل عملنا 3 ايفنت، ايفنت خاص بالماوس داون اسندنا القيم هذه اللي بالنسبة للموف واحد وبالنسبة للموف الاكس اي دوت الاكس واي دوت الواي، باعتبار ان الاي هو عبارة عن ماوس ايفنت ارجيومنت. اوكي، وفي عملية الماوس فقط انه احنا اعطيناه الماوس هو راح الموف راح يساوي صفر حتى نفصل بين عملية الماوس داون اند ماوس اب. اوكي، الان نعمل ستارت فنشوف الكود الخاص فينا انه يعمل او لا او في خلل فيه حتى نعمل فيكس. الان اتوقع من المستخدم انه فقط اذا ضغط ماوس داون على البانل اللي احنا خصصناه لهذه العملية. الان تلاحظ انه لما يضغط، اوكي لما يضغط عليه، فالان تلاحظ انه في الاساس احنا عملية الضغط فراح يعطي الموف قيمة واحدة، وبالتالي راح ينفذ السيت لوكيشن بالنسبة لقيمة الاكس وبالنسبة للبوزيشن الخاص في الاي. اوكي، فالعملية تمت بنجاح. الان حركة الفورم تتبع حركة الماوس.